السلام عليكم. كثير منكم دائما يسألني عن الضمائر ويقول محتار فيها. خلينا نقول لكم حاجة يمكن تذكركم فيها وتساعدكم. هذول يسمونهم ضمائر الفاعل، اللي يفعلون الفعل. أوكي، أول واحد معانا هو الآي، الكينج. الكينج ياخذ أم وحده، ما في غيره. طيب I am، he she it ياخذوا is، he she it ياخذوا is، we you they ياخذوا are، we you they ياخذوا are، he بمعنى هو، she بمعنى هي، it بمعنى هو وهي لغير العاقل، we معناها نحن، you معناها أنتم للمخاطبين كلهم، وthey معناها هم. يا رب هذه تساعدكم إن شاء الله في فهمهم.